أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الثامنة الرئيسية. أهلا بكم مشاهدينا وتتابعونا في النشرة. قرارات هامة لحماية القدرة الشرائية للمواطن ضمن اجتماع مجلس الوزراء أمس، وكاميرا التلفزيون ترصد انعكاسات هذه القرارات على الحياة اليومية للمواطن من أسواق المواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية. وفرة الإنتاج الفلاحي بغليزان تدفع بالاستثمار في مجال الصناعة الغذائية التحويلية. والاستثمار الفلاحي في ولاية غردايا يحقق مردودا وافرا في إنتاج الحبوب وشعبة تربية المواشي. في النشرة أيضا، استثمارات ناجحة مدرة للثروة ومستحدثة لمناصب الشغل ضمن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعات الكهربائية. والعينة في النشرة، مصنع كوابل الضغط العالي بسطيف. ناشطون حقوقيون أوروبيون يقفون عند المعاناة المستمرة للصحراويين ويؤكدون عدالة قضيتهم لدى زيارتهم لمخيمة اللاجئين. ولنا في النشرة، زيارة استكشافية لموقع تيهادان بتصيلي نهجار، شواهد أثرية تروي أصالة الرجل الأزرق وتحاكي تاريخ الجزائر العريق. أهلا بكم إلى التفاصيل. وفي المستهل، قرارات وتوجيهات هامة تضمنها اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون، تمس مباشرة الحياة اليومية للمواطن وتؤكد مرة أخرى محافظة الدولة على طابعها الاجتماعي. قرارات مجلس الوزراء في مجال تموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية والبرنامج الوطني لتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى قطاع الصناعات الكهربائية، نستعرضها مع هشام أكلي. شكرا، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. تجميد كل الضرائب والرسوم ولا سيما تلك التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية، وإلغاء كل الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة الفردية ووسائل الإعلام الآلية الموجهة للاستعمال الفردي والمؤسسات الناشئة، قرارات هامة بمجلس الوزراء أمس تمس مباشرة الحياة اليومية للمواطن. السيد الرئيس أمر الحكومة باتخاذ كل التدابير والإجراءات لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق الدولية على المواطنين خلال السنة الجارية إلى غاية استقرارها، مؤكدا تكفل الدولة بتغطية الفارق في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب، وذلك نظرا إلى ارتفاع الأسعار دوليا. ومن أجل القضاء على تهريب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك الظاهرة التي تنخر الاقتصاد الوطني، تعليمات صارمة لضبط استراتيجية محكمة للحد الفوري من هذه الظاهرة. والبرنامج الوطني لتحلية مياه البحر في صلب أشغال اجتماع مجلس الوزراء، وهنا جاءت التوجيهات بوضع مخطط جديد لتوزيع المياه يضمن التزويد بشكل منتظم بدءا من شهر رمضان المبارك وتحسبا لموسم الصيف. كما أمر السيد الرئيس بالعمل بأقصى سرعة ممكنة لتوفير كل الإمكانيات العقارية والظروف الملائمة من أجل إنهاء المشاريع المحطات الخمس لتحلية مياه البحر التي تمت برمجة إنشائها في اجتماعات سابقة بمجلس الوزراء. قطاع آخر هام يعتبر أداة فعالة لترقية الصادرات، ألا وهو قطاع الصناعة الكهربائية. كان محل دراسة ومتابعة في مجلس الوزراء، حيث وجه السيد الرئيس بضرورة التنسيق المستمر بين قطاعات الصناعة والطاقة والتجارة لبلورة استراتيجية وطنية متكاملة للنهوض بهذا القطاع. والتعليمات واضحة في هذا الاتجاه بتوقيف النهائي لتصدير النفايات الحديدية بدءا من نهاية شهر مارس المقبل وتوجيهها نحو السوق الوطنية لدعم الصناعة.
الصناعة والاستثمار التي تولي لهما الدولة اهتماما بالغا لإنعاش الاقتصاد الوطني وخلق الثروة ومناصب الشغل، وفي إطار المتابعة الدورية لوضعية المشاريع الاستثمارية العالقة كانت الأرقام المقدمة إيجابية ومبشرة. 15 مشروعا استثماريا جديدا تم رفع القيود عنها، 44 مشروعا آخر تدخل حيز الاستغلال، مشاريع سمحت بخلق 2680 منصب شغل جديد، وفي الأفق القريب استحداث 43,000 منصب جديد بعد رفع القيود عن 647 مشروعا. قرارات هامة انعكاساتها المباشرة على الاقتصاد الوطني والحياة اليومية للمواطن. عودة إليكما سعيد وسهام. شكرا لك هشام أكلي على هذا العرض المفصل. وفي ظل الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق الدولية وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين، كانت الأوامر واضحة وصريحة بتجميد كل الضرائب والرسوم التي تضمنها قانون المالية لسنة 2022 على بعض المواد الغذائية، وكذا تكفل الدولة بتغطية الفارق في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين. فوزية تاج خرجت إلى الأسواق والمحلات التجارية ورصدت لنا أثر قرار رئيس الجمهورية على الأسعار وانطباعات المواطنين. قرارات رئيس الجمهورية التي جاءت في أعقاب ما شهدته الأسعار من ارتفاع تندرج في إطار حرص الدولة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. الحمد لله، نشكر المجهودات اللي راهي تبذل بها الدولة على هذا الأمر اللي دارته، إجراءات تاع الضرائب، المهم إجراءات دارتهم دولة جزائرية باش تعاون المواطنين مع دخول شهر رمضان هذا. إجراءات دارتها الدولة إن شاء الله ربي يوفقهم، وكثرة على الشعب الزوالي اللي ما يقدرش. إجراءات يعني معليش نحاول الضرائب تاع بعض المواد هكذا، يعني مليحة بيان سور. إجراءات أخرى مكملة لاستراتيجية الدولة في اتباع برنامج التخزين مع الاستمرار في الإنتاج من المواد الأساسية الأكثر استهلاكا وفرض الرقابة على الأسعار والمضاربين من خلال العمل الميداني لفرق التجارة. نركز على يعني تفتيش المخازن، ربما نلقاو كما نقولوا المواد اللي واسعة الاستهلاك تكون مخزنة لرصد أي رفع الأسعار ذات المواد المثقفة أو المواد المقننة. كل هذه القرارات تصب أولا في دعم القدرة الشرائية للمستهلك، ثانيا للحفاظ على مستوى الأسعار التي كانت متداولة، وكذلك راح تسمح لنا باش نواجه تداعيات ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي. يصير ارتفاع أولا المواد الأولية في البورصة أو بعض المواد حتى الموجهة مباشرة للاستهلاك، إضافة إلى ارتفاع كل الأسعار المتعلقة بالشحن والنقل، نقص الأمطار من جهة أخرى واللي خلى بعض الدول تحافظ على مخزوناتها من المواد الأساسية ومن المواد الاستراتيجية على مثال القمح الصلب والقمح اللين. قرارات ستغير وتخلق توازنا في السوق بضبط أسعاره حسب الخبراء. الهدف منها هو طبعا تخفيض الأسعار نتاعها، وتروح ممكن تكون أثر إيجابي بالنسبة للمستهلك في المراحل القادمة، وطبعا نوشا ويمكن كذلك هناك بعض الإجراءات اللي نشوفها كذلك في المراحل القادمة تخدم دائما المواطن. الوقوف على تطبيق الإجراءات ميدانيا يحافظ على الطابع الاجتماعي الذي يعتبره رئيس الجمهورية خط أحمر. والمركب الصناعي التجاري الحروش التابع لمجمع أجروديف جدد شبكته الإنتاجية من أجل مضاعفة إنتاج العجائن وضمان وفرتها في الأسواق بجودة عالية وبأسعار معقولة، تقول أمينة بعطوشة. 120 ألف قنطار سنويا من مختلف العجائن هي طاقة إنتاج المركب الصناعي التجاري الحروش التابع للشركة الفرعية للحبوب بقسنطينة أجروديف. المركب يحوي ثلاثة خطوط إنتاج تسعى إلى توفير منتوج ذي جودة ونوعية عالية.
تم التجديد كل الخطوط الإنتاجية بما فيها خط السباغيتي، خط العجائن القصيرة والكسكسي بما يقارب 100%. ارتحت لنا أن نعود نحييو مناصب شغل كانت راحت خلاص اندثرت. كما الدرك عندها 80 عامل تعمل بصفة دائمة، الإنتاج يمشي على حسب الطلب. حنا درك كنا نمشيو بالك دو فويت، ولينا نمشيو ترو فويت. حنا نخدمو بمادة أولية طبيعية نجيبوها من عند لو سي سي ال اس تاع الدولة. القمح يصنع هنا ويحول هنا. فالهدف توفير مختلف المواد الواسعة الاستهلاك للمواطن وبأسعار تتماشى وقدرته المعيشية، وهي الجهود التي تبذلها الدولة اليوم للمحافظة عليها من خلال دعمها المستمر لمختلف المواد الغذائية، وهو ما يلمسه المواطن اليوم عند اقتناء مشترياته. قرار الرئيس ملاح يعاونوا المواطن، عايش بيه كما هادو المواد الأساسية، هادو بكل عايش بيه المواطن البسيط. شكر القرارات هذه اللي دارها الرئيس. جات في وقتها قرارات الرئيس، حافظنا على الجيب تاعنا. سي بون نوفيل فوالا بور تو الموند بور البوفوار داشا تاع لي سيتويون جينيرال. لاباس لهنا والله لاباس، يعني كيما تقولي كون تجيبي 100,000 تكفيك، تجيبي 50 تكفيك. تدابير وإجراءات ستسمح حتما بتوفير مختلف السلع وبأسعار مناسبة وجعلها في متناول المواطن للحد من هاجس المضاربة. رئيس الجمهورية أمر خلال اجتماع مجلس الوزراء بإلغاء كل الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة الفردية ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي والمؤسسات الناشئة، الأمر الذي سينعكس على أسعار هذه المنتجات. محمد العياشي يتابع هذا الموضوع. زكريا عامل في محل لبيع الهواتف النقالة ببلدية رويبة، كان له رأيه فيما يخص قرار إلغاء الضريبة والرسوم على التجارة الإلكترونية وتجارة الهواتف النقالة بعدما شهدت ارتفاعا في الآونة الأخيرة. أو مينيموم زادوا 5000 دينار للتليفون. كي جمدوا القرار هذا تاع الضريبة هذه اللي زادوها جديدة، يعاود يتحرك المارشي، ثم يكون موفمون في المارشي، يكون بيع 10. تنقلنا إلى شارع حسن بادي بالحراش أين ثمن أصحاب المحلات هذا القرار، حيث اعتبروه عاملا أساسيا لضبط الأسعار. كي نحاوها كاين بوسيبيليتي تاع الناس كامل تولي تشري تليفون. كان المواطن يشتريها بأسعار جد خيالية، والقرار جاء في وقته. سي اون تري بون شوز، أنا نشوفها حاجة مليحة يداروها ليعاودوا يخموا في المواطن وبوفوار داشا تاع المواطن. هي هذه يعني نثمنوا هذه المبادره، وراني مع هذه الاصلاحات، ومدى بي الصرامه قانونيه كبيره. هي قرارات جاءت بعدما شهد مجال الالكترونيات ارتفاعا في الاسعار، حيث اصبح بامكان المواطن الاقتناء الكترونيا دون دفع اي ضرائب، وهذا ما سيساعد في استقرار الاسعار. رئيس الجمهورية وخلال اجتماع مجلس الوزراء أمر بالعمل بأقصى سرعة ممكنة لإنهاء مشاريع المحطات الخمس لتحلية مياه البحر. ولاية وهران تعول على مشروع المحطة الجديدة ببلدية الكرمة، وكذا عملية تأهيل محطة المقطع لتلبية احتياجات الساكنة. خضرة شيكر. تحلية مياه البحر من المصادر البديلة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه، والتي تعتمد عليها ولاية وهران في التموين بنسبة 80% من خلال 4 محطات تحلية توفر ما يزيد عن 300,000 متر مكعب يوميا. تتزود ساكنة ولاية وهران بالمياه الصالحة للشرب ابتداء من مصادر المياه الغير تقليدية، واللي هي تحلية مياه البحر لكل من محطة المقطع وكهرماء ومحطة شط الهلال المتواجدة بعين تيموشنت، وكذلك محطة أحادية الكتلة ب2000 متر مكعب لكل واحدة منها. وتعد محطة التحلية كهرماء بأرزيو أول منشأة لتحلية المياه بالمنطقة، والتي دخلت الخدمة سنة 2005 بقدرة إنتاج تفوق 80,000 متر مكعب يوميا، جزء منها يوجه لتغطية احتياجات المنطقة الصناعية لبطيوة. 50,000 هذا دونك يفوتوا على ستاسيون تريتمون دو بوتابل باش نرسلوها للسيور لا بوبولاسيون،
والباقيه تروح لا زون اندستريال بور اليمونتي لي كومبلكس دي سالمون لي كومبلكس هذه اللي راهم في لا زون اندستريال. محطة المقطع من أكبر محطات تحلية مياه البحر بالولاية، حيث تنتج نسبة 30% من الطلب على المياه الصالحة للشرب. عملية تأهيل لمحطة المقطع رايحة تكون فيه زيادة في الإنتاج من 240 ألف متر مكعب إلى 370 ألف متر مكعب خلال شهر مارس المقبل. وتأتي محطة تحلية مياه البحر تاع الكابلو، هذه المحطة هذه هي اللي راح تأمين لكل الكورنيش ابتداء من الجهة الغربية. القرار جاني مليح حقيقة، زعما نجمو نستفادو من تحلية مياه البحر، خصوصا بأن ألعاب البحر المتوسط راها قريبة. خاطرش رئيس الجمهورية قال كل راع مسؤول عن رعيته، ورئيس الجمهورية كي قالها غادي يطبقه. قرار شباب وشاولا ماذا بنا يطبقوه، زعما باش علاه باش نتهنوا من الماء، الماء رحمة وجعلنا من الماء كل كائش حي. وتطمح الجزائر ضمن حلولها الاستراتيجية لتعزيز الأمن المائي إلى التوسع في صناعة تحلية المياه عبر شريطها الساحلي الكبير. وضمن القرارات الهامة في مجلس الوزراء العمل على بلورة استراتيجية وطنية متكاملة للنهوض بالصناعة الكهربائية، وضمن هذا المسعى يعمل مصنع كابليست بالصيف المختص في صناعة كوابل الضغط العالي على توفير منتج محلي ذي جودة عالية وتنافسية وفق المعايير الدولية. سهيلة حريرية في المتابعة. بالمنطقة الصناعية بسطيف يقع كابلاست، وهو أول شركة جزائرية تتخصص في صناعة كوابل الضغط العالي، وهي جزء من مجمع يضم 4 وحدات تشغل أكثر من 1000 عامل. يقف على مصلحة الجودة مجموعة من خريجي مجموعة من مهندسي خريجي الجامعة الجزائرية، حيث نقوم بمراقبة الإنتاج عبر جميع مراحله بنسبة 100% من الإنتاج. تكون نتائج هذه التجارب مطابقة للمعايير الدولية والمقاييس المعمول بها. المصنع الفتي تمكن في ظرف وجيز من تمويل السوق الوطنية بحصة معتبرة من حاجيات الكوابل بمختلف أنواعها كانت إلى وقت قريب على قائمة الاستيراد. بطاقة إنتاجية حوالي 25 ألف طن سنويا في مختلف المعادن. نسبة كبيرة من المنتجات تاعنا تروح إلى الشبكات اللي تطورها شركات الكهرباء، يعني مختلف الشركات التابعة لمجمع صوني غاز، كهريف، شركات التوزيع، شركات التركيب الصناعي، التركيب ولا كاركيب، والمؤسسات المناولة اللي تشتغل مع مديرية التوزيع في مختلف الولايات. تكنولوجيا عالية يعتمدها المصنع لبلوغ منتجاته أعلى درجات الجودة. فيما يخص التصنيع تخضع إلى تكنولوجيا متطورة، فإنه يمر بعدة مراحل للحصول على منتج ذو جودة عالية مقاوم لمختلف الظروف، الماء، اللهب، القوارض والمواد الكيميائية. منتجات المصنع حصلت على شهادة مطابقة معايير الجودة العالمية والمطابقة المحلية. استثمار نموذجي مخرجه منتج محلي بمواصفات عالمية يرفع سقف الآفاق والطموحات إلى التموقع في الأسواق الدولية. ونبقى في مجال الاستثمار لكن في الصناعات الغذائية التحويلية، حيث تمكنت مؤسسة لابيل من بعث مشاريع جديدة بالمنطقة الصناعية سيد الخطاب بولاية غيليزان، تخلق الثروة ومناصب الشغل خاصة بعد سياسة رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية العالقة. المزيد مع محمد سالمي. غيليزان حاضرة فلاحية ومنطقة خصبة بامتياز، موقعها ساهم في الاستثمار بشكل كبير في شعبة الحمضيات وتحقيق نتائج مثمرة في هذا الميدان. تتربع على تقريبا 5000 هكتار، الانتاج اللي منتظر منه حوالي 1,200,000 قنطار. الشيء الجميل اللي فيها أننا عدنا دي فاريتي بريكوس وعدنا دي فاريتي تارديف، هذه اللي تخلينا فرصة في الولاية أننا باش نقدروا نستهلكوا يعني هذه الحمضيات طازجة مدة 5 شهور أو 6، تتبقى لنا 7 شهور رانا نوجدوا رواحنا باش نروحوا إن شاء الله للصناعة التحويلية. مشروع استثماري خاص
حظي بمرافقة السلطات، والذي من شأنه تشجيع فرص الاستثمار في الصناعة التحويلية. هي إلى تكميلة في الاستثمارات لمجمع العبال. اليوم رأنا في المصنع هذا ليحول 3500 طن يومياً طماطم، ويحول 800 طن من كل الفواكه. المادة هذه ما تكون فلاحية تولي مادة صناعية، لنقدروا نتيليزوها نستعملوها في جميع في الكونفيتور وبها المشروبات، مم إلى الدواء. إن شاء الله نديروا قطب صناعي فلاحي في المنطقة هذه، وخاصة بعد توجيهات رئيس الجمهورية وتحفيزات اللي مدها لنا. الحمد لله هذه المؤسسة أعطتنا فرصة كجميعيين، وإن الواحد بالخبرة تاعو اللي اكتسبها مؤسسة أخرى أن نوظفوا فيها هنايا في هذه الشركة، باش إن شاء الله نكونوا احنا هما إطارات مستقبلية اللي تسير هذه المؤسسة. هذا أول مشروع على مستوى الولاية الذي استفاد في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتسليم رخص مؤقتة. كما لا يخفى عليكم كذلك أننا سلمنا ثلاث تراخيص أخرى لمستثمرين آخرين، إن شاء الله في الأسابيع القادمة ستدخل هذه الثلاث مصانع في الإنتاج إن شاء الله، وأنا ذاك إن شاء الله شيئا فشيئا سنرى هذه المنطقة تتحرك نحو إن شاء الله الجانب العملياتي وجانب الإنتاج بحول الله. ويتطلع أصحاب المؤسسة إلى تنويع فرص الاستثمار بميادين أخرى، والعمل على استحداث 1500 منصب شغل دائم على المدى القريب. وقطاع الفلاحة توليه الدولة اهتماما خاصا ضمن التوجه الاقتصادي الجديد، وهو ما يتجلى في سلسلة القرارات والتوجيهات التي ما فتئ يقدمها السيد الرئيس لمضاعفة الإنتاج وتشديد المراقبة أكثر على الدعم في قطاع الفلاحة وتربية المواشي بما يخدم استقرار الأسعار. من غردايا أمين شقبقب. بعد أن كانت أرضاً صخرية تمكن صاحبها من تحويلها إلى جنة خضراء بعد جد وكفاح، المستثمرة الفلاحية بن حمودة في سبسب، والتي تتربع على مساحة 130 هكتاراً، تعتبر من بين المشاريع الرائدة في ولاية غردايا في إنتاج مادتي القمح والذرة. كانت أبروديكتيف وكانت ماهيش أراضي زراعية، ورجعناها بروديكتيف وأراضي زراعية بالامتياز. راك تشوف 2020-2021 نتجت 3950 قنطار قمح صلب، في المايس تنتج 51-52 طن في الكتار تاع انسيلاج. القرار الأخير اللي خداه السيد رئيس الجمهورية يشجع واحد يزيد في الإنتاج تاع القمح والبذور والأخر. إسحاق هو الآخر يروي لنا كيف تحولت مزرعة أولاد حاجو من أرض قاحلة إلى مشروع نموذجي في تربية الأبقار والماعز بفضل دعم الدولة وتضحياته لسنوات طويلة. بدينا في سنة 85، وكانت عندنا ملكية خاصة والدولة زادت لنا في إطار الاستصلاح. بدينا بسبع بقرات، ومن بعد درك راه الحمد لله وصلنا ل 150. درك رانا في ندورو حوالي 100 راس بين الكبيره والصغيره، والانتاج السنوي اللي راه وصلنا حنا رانا ننتجو 330 الف لتر سنويا. حنا عندنا مشكل فيما يخص الاعلاف الخضراء وبالخصوص الخضراء، وحنا ماذا بينا الدوله تشجعنا وتعاوننا بمساحات تعطينا اراضي باش نجمو ننتجو الاعلاف الخضراء. هي نماذج لمستثمرين نجحوا بفضل تضحياتهم ومواكبتهم للتقنيات العصرية، يتطلعون نحو مزيد من الإنتاج من خلال دعمهم وتذليل العقبات أمامهم لتوفير مناصب شغل والمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني. في التعاون استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة نائب وزير الخارجية لجمهورية الهندوراس تورازيالا جيراردو جوري أنطونيو، الذي استقبل أيضا من قبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ووزير التجارة كمال رزي، حيث استعرض مجالات التعاون وسبل تعزيزها بين البلدين.
دعا الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد خلال مشاركته في فعالية المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي المقام بدبي، دعا إلى ضرورة التأسيس لتعاون عربي من أجل بناء فضاء رقمي منتج للثروة، مستعرضا المكاسب التي حققتها الجزائر في مجال الاقتصاد الرقمي والمؤسسات الناشئة وآليات الدعم والتمويل المتاحة لصالح المشاريع المبتكرة. نستمع. قامت الحكومة الجزائرية بمضاعفة المجهودات الرامية إلى مواكبة هذا التحول، ففي السنتين الماضيتين فقط قامت الجزائر بمضاعفة عرض النطاق الدولي للإنترنت للمرور من 1.4 إلى 2.8 تيرابايت، ما يمثل 15% من النطاق الدولي في إفريقيا، كما بلغت نسبة استعمال الإنترنت الثابت 48%، في حين يمثل حاليا هذه النسبة 8% على مستوى الدول العربية، فيما تجاوز عدد المشتركين في الإنترنت المحمول 90%، وهذه هي النسبة الأولى إفريقيا. أما فيما يخص مجهودات الدولة الرامية إلى تشجيع الاقتصاد الرقمي ودعم الشركات الناشئة، فقد وضعت الحكومة إطارا قانونيا خاصا بالشركات الناشئة وخاصة منها النشطة في مجالات التكنولوجيا، يمكنها من الاستفادة من الإحفاءات الضريبية كلية لمدة 5 سنوات. كما أنشأت الحكومة صندوق خاص بالشركات الناشئة لتيسير الحصول على التمويل، وتم تعديل تنظيم البنك المركزي الجزائري لتسهيل تصدير الخدمات الرقمية لسماح للشركات الناشئة بتصدير خدماتها بدون أي عراقيل إدارية. أكد اليوم وزير الاتصال محمد بوسليماني على ضرورة إعادة النظر في القوانين التي تضبط قطاع الإعلام وترقيتها لتتماشى ومتطلبات المرحلة الراهنة، معتبرا خلال نزوله ضيفا على منتدى القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن الإعلام المحترف والنزيه ينشط في مناخ وبيئة قانونية ويعول عليه في ردع ومقاومة كل الأساليب التضليلية والمعلومات المغلوطة. احنا شفنا التطورات التكنولوجيات الحديثة مع الدستور الجديد وتطور الصحافة، لأن عندنا مشي مولود مواليد جدد في الصحافة بالنسبة للقطاع الصحافة المكتوبة الإلكترونية هي آخر مولود، وعندنا كذلك الصحافة السمعية البصرية، إذ أن القنوات التلفزيونية اللي راهي تنشط بدون كما على بالكم بدون إطار قانوني، ولهذا كان ولا بد باش نشرعوا في إنجاز هذه القوانين هذو. وبزيادة على قانون العضوي للإعلام الخاص بالإعلام، هناك قانون آخر رانا أنجزناه على كل حال، ويتقدم إن شاء الله قريبا نقدموه اجتماع الحكومة، قانون الإشهار مثلا اللي ما عندناش حنا قانون الإشهار، وكذلك قانون صبر الآراء. وقف اليوم كل من وزراء البيئة، الطاقة والمناجم، الصناعة والموارد المائية والأمن المائي، وقفوا عند سيرورة الأشغال بمشروع تهيئة واد الحراش، وعاينوا العراقيل التي تعيق استكماله. تابعت معنا نسبة الأشغال ومدى استكمالها، مختلف القطاعات قدموا حصيلة عن مدى تقدم هذه الأشغال، والذي يعني يشمل 4 مراحل، وهي التهيئة الهيدرولوجية متعلقة بمناطق التسلية وكذلك الرياضة وغيرها، ثانيا نقل مسار أنبوب الغاز وغيرها، وهذا دليل أنه يعني جميع القطاعات راهي تقوم بالواجب تاعها حتى نحترم رزنامة إن شاء الله نهاية الأشغال. في إطار جهود الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب وبفضل يقظة مصالح الأمن المختصة، سلم الإرهابيان المساميان التوجي إبراهيم والعربي لدمي محمد نفسيهما أمس للسلطات العسكرية بتمنرس بالناحية العسكرية 6.
الإرهابيان اللذان التحقا سنة 2012 بالجماعات الإرهابية النشطة بمنطقة الساحل كان بحوزتهما مسدس رشاش من نوع كالاشنيكوف وبندقية نصف آلية من نوع ماس 32 بالإضافة إلى مخزني ذخيرة و32 طلقة. تأتي هذه العملية لتؤكد عزم الجيش الوطني الشعبي على مكافحة الإرهاب وكل أشكال الجريمة والجهود الحثيثة التي تبذلها قوتنا المسلحة في الميدان من أجل بسط الأمن والسكينة عبر كامل التراب الوطني. صحيا الآن وإلى مستجدات الوضعية الوبائية بالبلاد، حيث تم تسجيل 413 إصابة جديدة و15 وفاة رحمهم الله، فيما تمثل 340 مصابا للشفاء حسب بيان لوزارة الصحة. هذا وتتواصل عمليات الكشف والتلقيح لمجابهة الوباء العين. الآن من الصيف مع سعيد بلوني سنتابع. تتواصل عمليات التعقيم ضد فيروس كورونا بولاية الصيف. مدينة العلمة بدورها خصصت فضاءات لاستقبال المواطنين والعينة من المؤسسة العمومية للصحة الجوارية. قمنا بتسخير أطقم طبية وشبه طبية اللي هي متواجدة لهنا، والهدف هو تحسيس المواطنين باش يديروا إقبال كبير على عملية التلقيح اللي راهي متواجدة ومستمرة عندنا احنا. العمليات سبقتها عملية كشف واسعة باستخدام آخر كاشف مجانا لأحد المخابر الذي ينتجها محليا بالولاية، حيث تحال الحالات السالبة على التلقيح طواعية. Nous avons l'antigénique et le sérologique. Donc, nous avons mis les mégénien les خدمات المواطن الجزائري ولتسهيل ولإنجاح هذه العملية. الحمد لله عقب داروا لي تيست ولقاوه نيجاتيف، وعقبوني درت الفاكسا والحمد لله راني درت الفاكسا، وان شاء الله ما يكون غير خير. العملية متواصلة لتعم كل دوائر إقليم الولاية كشفا وتلقيحا لوقف سلسلة انتقال جائحة كورونا ومتحوراتها. في إطار التضامن مع الشعب الصحراوي، وقف وفد أوروبي يضم ناشطين وحقوقيين وأطباء عند معاناة اللاجئين الصحراويين، وبالمناسبة تجديد لحقه في تقرير المصير والاستقلال التام. عمار توقين في المتابعة. حل بمخيمات اللاجئين الصحراويين وفد من الأجانب قادما من إسبانيا فرنسا وبلجيكا في إطار عديد النشاطات التضامنية والمساندة للشعب الصحراوي وقضيته العادلة. لقد نظمنا هذه الزيارة الأوروبية للتعبير عن تضامننا مع الشعب الصحراوي الذي يمر بمحنتين صعبتين، إضافة إلى المحنة التي يعيشها منذ أكثر من 45 عاما، وهي معاودة اندلاع الحرب السنة الماضية، إضافة إلى الأزمة الوبائية. الشعب الصحراوي طالب بالاستقلال وهو حق مشروع، ونحن جئنا من غاليسيا لنتضامن معهم وندعم هذا المطلب ونساندهم لتحقيقه. أنا هنا من أجل التضامن مع حق تقرير الشعوب لمصيرها وتواجدي مع هذه الجمعية من أجل مجلة شهرية اسمها تذكرة الإفريقية، وأنا هنا من أجل نقل شهادة حول ما يحدث في المخيمات وإيصالها للرأي العام بفرنسا. الوقوف ميدانيا على معاناة اللاجئين وتوقيع اتفاقيات مختلفة ما بين الجمعيات الأوروبية وبعض المؤسسات الإدارية بمخيم بوجدور ضمن برنامج هذه الزيارة التي تحمل طابعا تضامنيا وداعما لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. ولاية بوجدور تستقبل وفود من بلدان أوروبية، من فرنسا ومن بلجيكا ومن إسبانيا. هاي الوفود جاية في إطار تضامن مع الشعب الصحراوي. هاي الوفود تتشكل من رؤساء بلديات وبرلمانيين وكذلك بعثات طبية. جاية العدد من قطاعات الدولة الصحراوية. باقين هم يعني رسالة نوجههم من خلالهم العالم هو ضرورة يعني التضامن مع الشعب الصحراوي. تأتي هذه الزيارة لتعكس تزايد الدعم الدولي الذي تشهده القضية الصحراوية. ونختم من الحظيرة الوطنية تصل نهجار بتمنرست لنستكشف موقع تهادان الذي يحوي شواهد أثرية تعود إلى فترة ما قبل التاريخ. دليلنا في الرحلة هارون لوميدي. تصل نهجار متحف طبيعي مفتوح على الهواء الطلق
يضم الكثير من الأسرار والشواهد التاريخية، والعينة موقع تهتان الذي يتميز بوجود الكثير من الهياكل العظمية البشرية التي تستدعي دراسة علمية معمقة للكشف عن حقيقتها. تشكيل صورة مبدئية عن الموقع من خلال رصد بعض التظاهرات التي ترجع لفترات الأخيرة من ما قبل التاريخ، وخاصة العصر الحجري الحديث وما بعد العصر الحجري الحديث، أين تم يعني إيجاد قطع وبقايا مثل الفخار وأدوات الطحن في نفس المستوى التي تتواجد فيه هذه البقايا العظمية المكشوفة. لاحظنا يعني في أثناء استكشافنا بأن الموقع ينتمي إلى فترة ما يعني العصر الحجري، ما قبل التاريخ العصر الحجري الحديث، النيوليتي الحديث، يعني نيوليتيك وبوست نيوليتيك، و يعني الدراسة الآن فتحت من أجل الغرض منها، الهدف منها هو تهيئة الموقع ومعرفة حدوده ليتسنى لنا حماية هذا الموقع. يسعى ديوان حظيرة الأهجار الوطنية بالتنسيق مع جمعية منتدى الأتاكور وجامعة طمنراس إلى ترويج المقومات السياحية بالمنطقة والحفاظ على المواقع الأثرية الموجودة بها. هو الحماية والجرد والتسمين، حماية المواقع الأثرية الواقعة بهذه المساحات الشاسعة. الحاجة زعما تروج لها سياحيا وكلش، يعني على بالنا يعني سما العين تعرف وتشوف هذه البلاصه باش راهي زينه وكلش، ويشوفوا الجرافير ويشوفوا ميم حتى كيما العظم، ولكن ما تنقص دائما حاجه واحده باش نعطوها قيمه علميه ضروري. مثل هذه الاكتشافات تظهر لنا عراقه حضاره الرجل الازرق على مر العصور. بهذا الموقع السياحي الصحراوي الرائع نختم نشرتنا، وبقي التذكير بابرز العناوين. قرارات هامة لحماية القدرة الشرائية للمواطن ضمن اجتماع مجلس الوزراء أمس، وكاميرا تلفزيون رصدت انعكاسات هذه القرارات على الحياة اليومية للمواطن من أسواق المواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية. وفرة الإنتاج الفلاحي بغليزان تدفع بالاستثمار في مجال الصناعة الغذائية التحويلية. الاستثمار الفلاحي في ولاية غردايا يحقق مردودا وافرا في إنتاج الحبوب وشعبة تربية المواشي. استثمارات ناجحة مدرة للثروة ومستحدثة لمناصب الشغل ضمن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعات الكهربائية. العينة في النشرة كانت مصنع كوابل الضغط العالي بسطيف. تابعنا أيضا ناشطون حقوقيون أوروبيون يقفون عند المعاناة المستمرة للصحراويين ويؤكدون عدالة قضيتهم لدى زيارتهم لمخيمة اللاجئين. كما كانت لنا في النشرة زيارة استكشافية لموقع تهدان بالتصيلي نهجار، شواهد أثرية تروي أصالة الرجل الأزرق وتحاكي تاريخ الجزائر العريق. شكرا لكم على كرم المتابعة، السلام عليكم. شكرا على الوفاء والمتابعة، إلى اللقاء.